تعالوا بقى ننتقل لملف ثاني ونروح لمنتخب الجابون لكرة اليد اللي فاز على نيجيريا كانت بنتيجة 27-18. كان لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر من بطولة أمم أفريقيا لليد. بكده نقدر نقول حصد الجابون لقب كأس الرئيس لكرة القدم. النهارده كمان خليني أقول لحضراتكم هيبقى فيه ماتش مهم جدا، ما هو نهائي البطولة اللي هيكون بين مصر والرأس الأخضر، ده هيكون الساعة 9 مساء تحديدا. عايز أفكر حضراتكم برضو إن خلال المنافسات اللي أقيمت حسمت منتخبات مصر والرأس الأخضر وتونس والمغرب التأهل لبطولة العالم المقبلة. كده بيبقى أو متبقي يعني مقعد إفريقي، هيتحدد اللقاء أو هيتحدد بعد لقاء الجزائر مع غينيا، واللي المفروض هتكون برضو النهارده في تحديد المركزين بنتكلم الخامس والسادس. الفائز فيها طبعا هيتأهل مباشرة لبطولة العالم. أكيد أكيد بيطمح منتخب مصر في إسعاد الملايين من جماهيره على أرضهم بعد زي ما بيتقال كده إخفاق يعني حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط كانت بالجزائر، واكتفينا وقتها بحصد يعني الفضية بالخسارة من إسبانيا. هو كان ماتش برضو قوي جدا لو حضراتكم فاكرينه، كان في النهائي طبعا بفارق هدف واحد يعني، وده بيأكد قد إيه الماتش كان قوي وكان فيه ندية كبيرة جدا. كانت نتيجة 28-27 لو أنا صح يعني. إن شاء الله الفوز يكون لينا النهاردة ببطولة أفريقيا، وأكيد أكيد هيكون لينا كلام تاني كتير جدا مع ضيفنا الأستاذ علي البحيري في الفقرة الحوارية الأولى بإذن الله.